عش البلبو. برجع أشكل لك صبايا، أشكلكم وحدة كبيرة. خلينا نعمل مرة تانية. هاي أربع طبقات، شوفي شلون صارت رقيقة، برد برقة بهالشكل، صارت عنا مربع. الزاوية على الزاوية صبايا، خلينا بهالشكل. عملت متر ريبان، بعدين بجيب هالزوايا على بعض بهالشكل، منحط الحشوة لحم بتجنن، خضار، دجاج، انتي اختاري المناسب، بتلفيه على مبدأ اليبرة. هلأ منشوف شلون شكله، من أروع ما يكون. هاي هي الصبايا. الصبايا منكمل شغلنا. طبعا هاي العجينة مثل ما قلت لك حسب التحضير والتشكيل، تقدري تطالي، تقدري هالعجينة نفسها تعملي بقلاوة. مثل ما قلت لك البورك التركي او البورك اسمه التركي، المهم حتى بقلاوة، حتى عجينة الشعيبيات المثلثات اللي الحلبية غير الشعيبيات الإدلبية، تختلف ايضا بطريقة التوريق البارد مثل ما طرحت. العجينة عملتها ل 13 طبقة، 12 طبقة، 10 طبقات، اختاري المناسب، ريحتها على جنب. هلا اجى دور الزبدة. تصوري هاي عبارة عن طبقتين صارت، شفتي شلون انا عم برق، بحط كل طبقة لحالها، بعدين بريح بحطهم فوق بعض، برد برقهم بيطلعوا بهالطبقة. بعمل بهالشكل. عندك سمنة، زبدة، مي مشكلة، تعملي بهالشكل صبايا. برد بعمل بطالع الصبايا. منكمل شغلنا. طبعا هاي العجينة مثل ما قلت لك حسب التحضير والتشكيل، تقدري تطالي، تقدري هالعجينة نفسها تعملي بقلاوة. مثل ما قلت لك البورك التركي او البورك اسمه التركي، المهم حتى بقلاوة، حتى عجينة الشعيبيات المثلثات اللي الحلبية غير الشعيبيات الإدلبية، تختلف ايضا بطريقة التوريق البارد مثل ما طرحت. العجينة عملتها ل 13 طبقة، 12 طبقة، 10 طبقات، اختاري المناسب، ريحتها على جنب. هلا اجى دور الزبدة. تصوري هاي عبارة عن طبقتين صارت، شفتي شلون انا عم برق، بحط كل طبقة لحالها، بعدين بريح بحطهم فوق بعض، برد برقهم بيطلعوا بهالطبقة. بعمل بهالشكل. عندك سمنة، زبدة، مي مشكلة، تعملي بهالشكل صبايا. برد بعمل بطالع صبايا، بعمل بهالشكل كمان. برجع ناخذ توريق مع قرمشة على البارد، تسيح مجرد الزبدة. هلا منريحها بالبراد صبايا، هاي منريحها شي نص ساعة. برد بعمل بهالشكل هون كمان. اعتبريها هاي بقلاوة، انا بدي اعمل شعيبيات مثل ما قلت لك، حطيت زبد ما هيك. هلا من الطرف الثاني صبايا، هاي العجينة منزلية ما جبناها جاهزة، كمان نفس الشيء بعمل بهالطريقة صبايا، وبتابع شغلي، بدهن كمان زبدة لأخلص دهن كل الطبقات بهالطريقة. وبعدين بقطع مربعات بهالطريقة. أخذنا كل مربع من هالمربعات هدول المدهونين زبدة بين الطبقات ومريحين ولا بلزقوا لب ببعض، بعملهم بهالشكل صبايا. هي اعتبري مثلث،
طبعا بدهن الزبده وبعملهم بطبقهم بهالشكل وبدهن وشهم وبحطهم بالفرن على 180. عندك اجتهاد شخصي، اما تحطي لهم قشطه بعد ما تشويهم مشان ما نعرض قشطتنا الطيبه، خصوصا اذا اصليه بتدوب بالحراره، تمام؟ مشان هيك دائما نحمل قريشه اللي هي تفقيس الحليب، نزلت طريقه القشطه بالفيديو مفصله وفعلا من انجح ما يكون. هي هي بعد ما تشويها بتحطي القشطه. لا، بدك انت تحطي القشطة عرضية على النار، خصوصا إذا كانت لبخة ما في مشكلة. بعد ما تدهني زبدة بتطبقيهم على بعض، بتحطي الحشوة بهالشكل وبتطبقيهم، تاخدي هالارتفاخ وقت بينشو اللي عبارة عن طبقات. صبايا بهالطريقة بفرزهم عبارة عن مربعات وبرش نشا بيناتهم مشان يمتص الرطوبة، وبرفعهم بالفريزر وقت اللي بدي اياهم بطالعهم بحشيهم. تمام صبايا؟ بصيروا للكروسان، بصير للبرك، لكتير اشياء، لكتير شعبية. صبايا خلصوا، مثل ما قلت لكم عملنا حشينا جبنة، وهدول طبعا الطريقة بتختلف. ورقنا بزبدة، هدول هن الطبقات، لازم نسقيها قطر وهي ساخنة، والقطر بارد بهالطريقة. صبايا تقدري نعمل هيك، نزيد طعامي لأفرجيكي التوريق شلون، ومنعملها بهالطريقة. أنا بفضل هالطريقة، بتاخدي القشطة طازجة صبايا بهالطريقة، ومنحط صبايا فستو كمان بعد ما حشيناها قشطة بهالطريقة. ما تنسي تنكهي القطر بسمن عربي معلقة صغيرة، منرد منعملها بهالطريقة. القطر اعمليه سميك شوي بهالطريقة صبايا. حبيتي بقرفة، هي هي الشعبيات الحلبية. نشوف هالتوريق اللي بياخد العقل، سهل جدا وبيقرمش. طريقة من أروع ما يكون، بتفيدك لكتير وصفات مميزة بالطعم. من جروب مطبخ دلال الحناوي المبتدئات، خطوة بخطوة، وأهلا وسهلا فيكي الصبية. من قد ما بهالطريقة صبايا أخذنا الشعبيات المثلثات الحلبية.